السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. اليوم جايب لكم طريقة تنزيل الفيديو من الفيسبوك على جهاز الاندرويد، الجوال او التاب. المهم هواي ناس دي يطلبون طريقة تنزيل الفيديو من الفيسبوك. طبعا مهما تعرفون بالتحديد جيجي ماي فيس ما قام ينزل فيديوهات من الفيسبوك. يعني قبل كان اكو مشغل تقدر تدوس على مشغل تقدر تحفظه او تقدر تشوفه، هسه حطوا لكم مشغل اساسي فنقدر تنزل. اليوم جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة للتنزيل، بس راح تستخدم تطبيق واحد والفيسبوك أكيد. طبعا هواي ناس طلبوا، أكثر شيء على الفيسبوك سمعت ناس يريدوا وما حد يجاوبهم، يعطيهم بس طرق يعني كتابة ما حد راح يفتهم. فاليوم جايب لكم طريقة مضمونة وفيديو، يعني مو كتابة. تدخل أول شيء على الفيس، خلينا نشوف مثلا الفيديو هذا، مثلا الفيديو تضغط هنا تنطي اول وحدة حفظ، اول وحدة. طبعا السويدي ما راح تفتهمون، بس اكو ناس يعني يفتهمون يعرفون السويدي. تنطي سبارة حفظ اول وحدة حفظ، تروح هنا، تروحون هنا وتروح على سبارة الحفظ الشي بالعرب، تضغط هنا. انا حافظ فيديو من قبل بس التجربة، هذا الفيديو جديد. تضغط على الفيديو راح يكون لك بهذا الشكل، تقدر ان شاء الله من المشغل عادي او تنزله. تضغط هنا تنطي مرة واحدة فقط او دائما، تنتظر يكمل تحميل حسب النت عندك. اكتمل تقدر تغير الاسم او عفوا هيك ما راح يحتاج تغير اسم، ما اشوف داعي. تطلع من الفيس، تروح على التطبيق. اول شي راح يكون بيرجع الجهاز اول ما يتحمل، وبالنهاية راح يكون رجع، يعني تطبيق كلش حلو. حفظ الفيديو شغله منه، ونروح على الاستوديو نشوفه موجود او لا. بس اول شي خلينا نشغله منه على مود تعرفون. هذا الفيديو دقيقتين على مود تشوفون، دقيقتين وستة وعشرين ثانية. هذا الفيديو، هاي قصته. خلنا نطلع منه نروح على الفيسبوك، نفس الفيديو نفس الشي نفس الثواني على ما تتأكدون. هذا كله على ما تتأكدون والطريقة مضمونة 100%، لمود ما حد يقول لي الطريقة ما صارت او خطأ بيها او اي شي. انتظر يفتح الفيسبوك، نطلع منه. خلنا نشوف الفيديو وينه. هذا الفيديو شغلة مثل ما تشوفون 26 ثانية، والقصة نفسها. لحد الآن شغلنا تمام، لحد الآن حفظ الفيديو نفس القصة مثل ما تشوفون. خلنا نروح على الاستوديو ونشوف انحفظ او لا، او يحتاج نقفل الجهاز او ما نقفل الجهاز. نروح على الاستوديو، هذا الاستوديو تروح على اسم البرنامج ADMI، راح ينحفظ باسم ADMI. تدخل عليه، تدخل على الفيديو، شغل الفيديو، تختار اي مشغل مثل ماكس بلاير. انا احفظ ماكس بلاير، وهذا الفيديو انحفظ بالجهاز. نبدأ من البداية، وهذا الفيديو انحفظ الفيديو وانحلت مشكلة خزن الفيديو او حفظ الفيديو من الفيسبوك. اتمنى تنشرون هذا المقطع لان مهم، والناس خليها تستفاد، خليها تعرف شلون الطريقة. وما ما شاف الفيديوهات القديمة خليه يشوفهم، ما مشترك اكيد هواي ناس راح تشوف هذا الفيديو اتوقع، خليه يشتركون بالقناة. ان شاء الله اقدم الشيء الحلو والمفيد.
حل مشاكل وأفيد الناس إن شاء الله. في نهاية الحلقة نسوي لك شعور كومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.